اجتماع تقييمي مرتقب الخميس بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حيث ستجتمع مختلف التنظيمات النقابية المشاركة في إضراب 17 و18 أكتوبر في جلسة تشاورية لتحديد خطوات ما بعد الإضراب وكذا التحذير للحركة الاحتجاجية المقبلة. غدا يوم الخميس سيكون اجتماع للتكتل للتقييم يومين الإضراب 17 و18، وأيضا لكي نحذر يومين اللي مقرر نديرهم الغد كات والغد ساك. تصريحات وزير العمل محمد الغازي التي هونت من نسبة الاستجابة للإضراب والتي ربطت مشروع قانون التقاعد النسبي بحماية الصندوق زادت من إصرار التكتل وتمسكه بحركته الاحتجاجية. أما بالنسبة لي يعني نسبة مشاركة نسبة بينت في الميدان في استجابة قوية، أما الأرقام يعني إحنا ما ندخلوش في معركة الأرقام لأن معركة الأرقام ليس اللي تهمنا إحنايا، ولكن عندما نحسب النسبة يجب أن نتكلم على السكتور المضربين وليس خارج المضربين. وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد ومساعي فاشلة للوصول لبديل لبرميل النفط. الأزمة تجبر الحكومة على إيجاد حلول للخروج من الأزمة، وفي الحلول مصيبة أخرى تنبئ بانفجار الوضع خصوصا في حال إصرار الحكومة على إلغاء التقاعد النسبي.